السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ظريف اسمه فري رايس. الموقع ده فيه جزء كده خاص بالمصطلحات، بيبدأ يجيب لك كلمة ويقول لك اختار المعنى للكلمة ديت، فده بيزيد الحصيلة اللي هو بتاعتك. على سبيل المثال مثلا بيقول لك سيلكشن معناها ايه، فتقول مثلا شويس، فيبدأ يقول لك اه صح، يجيب لك بعد كده فينش معناها ايه، بير ولا اند ولا هايد ولا، فتقول مثلا اند، لما تجاوب غلط يقول لك ايه ايه الصح. تمام، يعني الكلمة دي مثلا لو انت جاوبتها يقول لك لا المفروض الكلمة دي، وبعد شوية يجيبها لك تاني. تمام، على اساس ان انت تفكر فيها. begin start، فده بيقوي اللغة الانجليزية عندك. small مثلا little، ويبدأ يجيب لك انت وصلت لكام دلوقتي. لدي مين فكرني بواحد صاحبي كان بيعلم واحد عندي العربي، بدل ما يعلم عربي يعلم مصري، فيقول له الليدي مين وليا، if you want to speak with any woman you can see يا وليا. علمه مصر الشوارع. الله مستعان.